سنتناول في هذا الدرس ثلاث مواضيع منفصلة، ولكن هذه المواضيع الثلاث كلها تصب في النهاية في وظيفة واحدة، وهي تتعلق بقفل هذا الباب الذي قمنا بعمله في الدرس السابق، ومن ثم التقاط المفتاح الذي من خلاله يمكننا أن نفتح هذا الباب، وأخيرا تطبيق آلية فك القفل باستخدام المفتاح، وكيف يمكننا أن نميز إذا كان اللاعب يحمل هذا المفتاح أم لا يحمل هذا المفتاح، وأيضا كيف نربط المفتاح بالباب بحيث أنه إذا كان لدينا أكثر من مفتاح وأكثر من باب يمكن أن نميز بينها جميعا. إذا تذكر أننا قمنا باستعمال المكون الفيزيائي المسمى هينج جوينت في الدرس السابق، وذلك من أجل أن نقوم بصناعة باب يدور حول محور فيزيائي ويتأثر بقوة دفع اللاعب عندما يمر من خلاله. ما سأقوم به الآن هو أن أعمل على قفل هذا الباب، وذلك باستخدام الخيار الموجود على المكون الفيزيائي Rigid Body، وهو تحديدا خيار Kinematic. عندما أقوم بتفعيل هذا الخيار فأنا أخبر المحرك الفيزيائي بأن يقوم بتعطيل كافة المؤثرات الفيزيائية على هذا الكائن باستثناء بقائه في حالة التصادم مع الأجسام الأخرى عن طريق المكون الموجود أصلاً، وهو بوكس كولايدر، وهو لو فكرت فيه أمر شبيه وظيفياً بأن تقوم بتفعيل كافة هذه الخيارات، أي أنك تقوم بمنع الدوران وتقوم بمنع الحركة على جميع المحاور، طبعاً مع بعض الفروقات البسيطة التي لن نحتاج لذكرها الآن أو لسنا بحاجة لمعرفتها. لاحظ الآن بعد أن قمت بتفعيل خيار Kinematic، لو حاولت المرور عبر هذا الباب فإنه لا يمكنني أن أفتحه أو أمر من خلاله، وذلك لأنه حتى الآن ممنوع من التأثر بالمؤثرات الفيزيائية الخارجية، أي يمكنني أن أعتبر أنه في هذه الحالة مقفل. وعندما أريد أن أفك قفل هذا الباب كل ما عليه هو أن أقوم بتعطيل الخيار Kinematic، وعندها لو حاولت الآن أن أمر عبره سيفتح مرة أخرى. إذا أتوقع أننا تعرفنا الآن على آلية القفل وفك القفل. لإقفال الباب سأقوم بتفعيل خيار Kinematic على المكون Rigid Body الموجود عليه، ومن أجل أن أقوم بفك القفل كل ما عليه هو أن أقوم بتعطيل هذا الخيار. لو عدنا مرة أخرى إلى المجلد الموجود لدينا التكستشر، ستلاحظ هنا أنه هناك كائن أو هناك إكساء لمفتاح، سأقوم باستخدام هذا الإكساء من أجل عمل نموذج مفتاح صغير وبسيط، وذلك وهذا المفتاح سأعبر عنه باستخدام مكعب، سأقوم بوضع هذا المكعب في مكان قريب من الباب بحيث يمكننا أن نقوم بالتقاطه. طبعا سأعمل على تصغير قياسه على المحور زد إلى قيمة صغيرة جدا، ومن ثم أقوم بتقليل قياسه أيضا على المحور واي بحيث يصبح لنقول ذو شكل طولي، ومن ثم أقوم بسحب الإكساء المسمى كيلو على هذا الكائن. طبعا ستلاحظ أنه الآن ذو خلفية سوداء، ولكن يمكننا أن نقوم بجعل هذه الخلفية شفافة، وذلك بالتوجه إلى إعدادات استيراد الملف الإكساء، ومن ثم تفعيل خيار ألفا إز ترانسبيرنت وألفا فروم جراي سكيل، ومن ثم التطبيق. سأقوم بتعطيل الخيار ربما ألفا ترانسبيرنت هو الخيار الصحيح والكافي، وستلاحظ أنه بالنسبة للإكساء هنا الإعدادات صحيحة حيث اللون الأسود أصبح شفاف وبقي فقط المفتاح، ولكن يبدو أن لدينا هنا مشكلة في رسم شكل المفتاح، والسبب هو أنه الريندرينج مود هنا في
الخامة التي تمت إضافتها هي أوبيك، أي أنها مصمطة وغير شفافة، ولكن لو قمت بتغييرها إلى كات أوت ستلاحظ أنه قام بإزالة كافة العناصر الشفافة وبقي فقط شكل المفتاح، وبالتالي أصبح هذا المفتاح موجودا في الفضاء، يمكن للاعب أن يقوم بالتقاطه من خلال أن يصطدم به. فلو حاولت الآن تشغيل اللعبة ستلاحظ أنه أن اللاعب يصطدم بهذا المفتاح، وبالتالي يمكن أن أكتشف التصادمات بينها وأقوم بجمعه من خلال التصادم. طبعا تذكر أن آلية الجمع من خلال التصادم قد سبق وقمنا بكتابتها، وتحديدا قمنا بكتابتها في الملف البرمجي المسمى كولجين كوليكتر، والذي قمنا باستخدامه لجمع القطع النقدية في كائن سفينة الفضاء والتي كانت تعمل في بعدين. سأعود إلى هذا الملف الآن مرة أخرى من أجل أن نستذكر آلية العمل التي اتبعناها في المرة الماضية، أي في حالة البعدين. ويمكنك هنا أن تلاحظ أنه بمجرد أن قمنا باستقبال الرسالة Oncogen Enter 2D فإن الكائن الهدف الذي تم الاصطدام معه يتم استدعائه من خلال المتغير كولادر، ثم نقوم بإرسال الرسالة Collect لهذا الكائن. سأقوم الآن من أجل تفعيل هذا الخيار في الأبعاد الثلاثية بنسخ نفس الدالة، ولكن سأقوم بحذف الحروف 2D من نهاية الدالة، أي Oncogen Enter بدلا من Oncogen Enter 2D، والمتغير الذي تستقبله هو من نوع Collagen وليس Collagen 2D، ولكن باقي الخطوات ستبقى نفسها، أي عندما تصطدم الأجسام الثلاثية الأبعاد بعضها البعض سيقوم هذا الملف البرمجي بإرسال الرسالة Collect إلى الكائن الذي تصطدم به شخصية اللاعب. الآن بنفس الطريقة لو عدنا أيضا إلى الملف البرمجي المسمى Coin والذي قام باستقبال الرسالة Collect، ومن ثم لو تذكر الخطوات التي قمنا بها، قمنا باستدعاء الملف أو الملف البرمجي Player Inventory، وكان يحتوي على ثلاث متغيرات تمثل الأنواع الثلاث من القطع النقدية التي يمكن أن نجمعها. لو قمت أيضا بإضافة الملف البرمجي Player Inventory إلى كائن الشخصية، شخصية كائن أو منظور الشخص الأول، ومن ثم عاودت فتح هذا الملف أيضا وقمت بإضافة متغير جديد Public String Keys. طبعا هذا المتغير الذي قمت بإضافته هو عبارة عن مصفوفة تحتوي على متغيرات من نوع String، وهذه المتغيرات هي عبارة عن متغيرات نصية، أي عندما أقوم بتعريف متغير بنوع String فإنه يمكنني أن أقوم بتخزين نص في هذا المتغير، وهذا النص تحديدا سيكون هو الاسم المميز لهذا المفتاح الذي يميزه عن المفاتيح الأخرى، وسيكون أيضا هذا هو النص المستخدم من أجل ربط المفتاح بالباب وفك قفل الباب بمجرد ملامسة اللاعب الحامل لهذا المفتاح لكائن الباب. طبعا بنفس الطريقة التي استخدمتها من أجل جمع القطع النقدية وهي استقبال الرسالة Collect، سأقوم بإضافة ملف برمجي جديد أسميه Collectable Key، وسيكون هذا الملف البرمجي هو الخاص
استقبال الرسالة كولكت وإعطاء اللاعب مفتاحاً معيناً. سأقوم إذن بإضافة هذا الملف البرمجي على كائن المفتاح، ومن ثم يمكننا أن نقوم بكتابة الأوامر، وهي ليست بالأوامر الكثيرة في داخل هذا الملف. أولا سأقوم بتعريف public string key name، وهو المتغير الذي من خلاله سأقوم بتحديد الاسم المميز لهذا المفتاح، والذي يقوم بتمييزه عن باقي المفاتيح. وبما أن الكولجين كوليكتر المضاف على كائن اللاعب سيقوم بإرسال الرسالة كوليكت ويرفق معها كائن اللاعب الذي سيكون في هذه الحالة هو المالك لهذا المفتاح الذي سيتم التقاطه، فبالتالي سأقوم بتعريف الدالة كوليكت، وذلك من أجل أن أستقبل الرسالة التي يرسلها كائن اللاعب، ومن ثم أقوم بإعطاء اللاعب هذا المفتاح الذي يحمل الاسم المحدد لدي. طبعا سأقوم بتعديل بسيط في Player Inventory، وهو أنني سأستبدل المصفوفة بقائمة، والفرق بين المصفوفة والقائمة هو أن المصفوفة تكون ذات طول ثابت، بينما القائمة يمكن أن يتغير طولها بحسب العناصر التي نحتاجها، فيمكنني أن أقوم بحذف عناصر منها أو إضافة عناصر جديدة إليها. وبما أننا هنا نتعامل مع عدد غير معروف من المفاتيح التي يمكن للاعب أن يقوم بالتقاطها، فلا أريد أن أحصر اللاعب بمفتاح أو مفتاحين أو ثلاث، فسأقوم بتعريف قائمة من المتغيرات من نوع string وأسميها keys بدلا من أن تكون مصفوفة. أولا من أجل أن أقوم بتعريف قائمة بالنوع محدد، علي أن أقوم باستيراد مكتبة جديدة من خلال الكلمة using هنا في الأعلى. طبعا لدينا هنا الآن مكتبتان، المكتبة الأولى هي Unity Engine، والمكتبة الثانية هي System.Collections. سأقوم أيضا باستيراد المكتبة System.Collections.Generic، وهي مماثلة لSystem.Collections، أي هي التي تحتوي على المجموعات والقوائم، ولكن عندما أضيف المكتبة المسمى Generic تحديدا فأنا أحصل على ميزة، هي أنه بإمكاني أن أقوم بتعريف مصفوفة من نوع، أو عفوا أقوم بتعريف قائمة من نوع معين. إذا بدلا من علامة المصفوفة هنا سأقوم بتعريف المتغير على شكل قائمة أي list بهذه الطريقة، وبين هذين القوسين أحدد ما هو نوع العناصر الذي أريد أن أضيفه على هذه القائمة المسمى keys. طبعا لاحظ أنني أبقيت على النوع نفسه وهو string، لأنني أريد أن أضيف مجموعة عناصر يكون نوعها string على هذه القائمة. بالعودة الآن إلى الدالة collect في collectable key، عندما أقوم باستقبال هذه الرسالة كل ما علي هو أن أقوم باستخراج الملف البرمجي player inventory من داخل الكائن، من داخل كائن اللاعب أو هو الكائن owner، وسأسميه PI اختصارا، وأقوم باستدعاء الدالة get component كما أصبحنا نعرف، وأحدد النوع player inventory، وبهذه الطريقة أقوم باستدعاء الملف البرمجي Player Inventory الموجود على كائن اللاعب. بعد ذلك سأقوم بفحص أو بإخراج استخراج القائمة المسمى Keys، ومن ثم من هذه القائمة المسمى Keys سأقوم باستدعاء الدالة Add وأعطيها اسم هذا المفتاح الذي قام اللاعب التو بالاصطدام به وجمعه، ثم أخيرا سأقوم بتدمير كائن المفتاح، لأنه بطبيعة الحال يفترض أنه أصبح مع اللاعب ولم يعد موجودا في المشهد. لنعود الآن إلى المشهد ونقوم بإجراء تجربة بسيطة. سأقوم بتسمية هذا المفتاح في الخانة key name، سأسميه key1، ومن ثم سأقوم بمتابعة ما يحدث في داخل
القائمة كيز الموجودة على كائن اللاعب أثناء عملية التشغيل. لاحظ أن المفتاح موجود أمامي في المشهد، والقائمة كيز ذات سل فارغة، أي لا يوجد بها أي مفاتيح. لو قام اللاعب بالتحرك والمرور على المفتاح، ستلاحظ أن المفتاح اختفى من المشهد، وأن القيمة كي 1 المفتاح كي 1 قد أصبح موجودا في داخل القائمة كيز الموجودة هنا على كائن اللاعب، وبهذا أصبح اللاعب يمتلك هذا المفتاح. إذا أصبحت الآن قادرين على أن نضيف مفتاح إلى المشهد، وأن نجعل اللاعب قادرا على التقاط هذا المفتاح، وسنرى في الدرس القادم إن شاء الله كيف يمكننا أن نقوم بإكمال هذه العملية من خلال فك قفل الباب باستخدام هذا المفتاح، وكيفية التعامل مع أكثر من مفتاح وأكثر من باب.